هذا البرنامج برعاية طلباتي. لك بابا انا مقصر وياك بشي، هذا مو اخوك قاعد وساكن، انت ليش اكلت الموز مالته؟ لا 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 تعاندني، لك ليش اكلته؟ يعني هسه تعال نحط جايز هذا بصبنا يبيع جايز. شنو عندي لولي؟ عندكم؟ لولي؟ اروح بدول اللولي مالتكم. حبش وين؟ انا حبش. هلو صفر سبعة سبعة يا سبعة سبعة، انا جاية على طير حب. جاية على شنو؟ طير حب. اسف مرتبط انا، تعال حبيبي. شنو مرتبط؟ هذا اللي يوصوص الصبح. شلون يوصوص؟ ويص 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 ويص. ايه؟ الله ايش كذا. لا ما عندي عندي هذا القرد السبير مالته منازل يفيدك؟ لا ما يفيدني، انا قلت لك اريد طير حب هذا اللي عنده 1600 صوت، ايش بيك؟ هذا محرك ماله الانترا دكشن عالي. عندي هذا الاسد دكشن عالي 1800 ادواز ماكو انسي، يعني هذا ما يخرمش ياكلش قبر. انت ما قاعد تفتهمني، ايش بيك؟ افتهمتك افتهمتك والله العظيم. وداع الجنفوس عندي زوج بلاغ والإلش ايه؟ جايبهم من جزر المالديف. وين هذيك؟ تعال تعال اي خبلا تعال هسه اشوفك والله. قلت لك انا احب الوصف والشعر. تعال كلش. شوفين هذا؟ ايه؟ وهذا هذني قلت هذني انا جايبهم من جزر المالديف، انا صايدهم بيدي كان عنبقه كان عنخله كان نعشى جبل بالجزر المالديف، المهم صعدت انا جبتهم بيدي بس انا جاي من الاخير. بس ثواني الو اي اي رايج المشمشيه، قلت لك ما احب الحمراء. اي اي المشمشيه يلا يلا تمام. اي مشمشيه والله فيها قطه. باعي شوف ما دام تعالي أفوش من ذني، هذني إيش أفوش منهن؟ هذني ذني أغلى طيرين بالعالم. تمام؟ فدان. يا الله. بس أنا جايبه، بس أنا بالعالم جايبه. وغاليوف كلش يعني تعرفين يعني أنا مستورد جديد. كيوت حبيتهن، بس اسمهن؟ اسمهن؟ إيه. هذا اسمه بندق. وهاي اسمها لندق. يا الله يجننون بلقى. بلقى. إيه. أريد بندق. شردين بندق يا مالك. بندق حبيته. حبيت السعر الواحد 10,000 دولار. يعني بيوتك والله ويجننون، طيب بندق. بابا غالية. ما عندهم الفلوس الطيب وياه. يطبش مرض. بندق. بندق لو لندق. بندق. بندق تعال بندق. اي بندق. تعال. هات. اقول لك خافي حرمشني. ما طيت هسه جاني؟ نجمي. طلطة. سعر الواحد 10,000 دولار. هل تجيب من فلوسه؟ ما عندي ولا فلس. ولا فلس. شنو ما عندي شنو؟ ما عندي. يعني تعلسيني. يلا يلا أنا أروح. تليفوني. جيبي جنسيتك. جيبي جيبي. جنسيتك. جيبي. باي. روحي تبيعين الرانجة المشمشية. إيه؟ وتجيبي لي فلوس هذا الطار. لا أبندقة تتبندق يلا. يلا. فيك علي. تقدر تطلب أكلك أونلاين ويا تطبيق طلباتي، جبنا لك أكبر عدد من مطاعم العراق وجمعناها بتليفونك، من خلاله راح تشوف أكلات كل مطعم وأسعاره وتطلبها بسهولة وبدون أي أجور إضافية. كل اللي عليك تحمل التطبيق وتحدد مكانك وتطلب الأكل وراح يوصل بأسرع وقت الباب البيت. وطلباتي انت اختار واحنا نحتار.